بطرس وبولس أول بابوين ورسولين للأمم. عيد دم يسوع الثمين في الجسمانية. تخريج ذوي الاحتياجات الخاصة من مدرسة هيلين كيلر في القدس. الحياة في سوريا من الفقر إلى البؤس. أهلا بكم. يجري الاحتفال بعيد القديسين بطرس وبولس في الأرض المقدسة في الأماكن التي ترتبط بذكراهما، وقد جعلت الجماعات المسيحية من هذين الرسولين أهم ركنين في الكنيسة. لقد قاما بمهمتين مختلفتين، ولكنهما توحدا في الإخلاص للمسيح إلى حد الاستشهاد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. بطرس وبولس هما أول بابوين ورسولين إلى الأمم. لقد قاما بمهمتين مختلفتين، ولكنهما توحدا في الإخلاص للمسيح إلى حد الاستشهاد. يتم الاحتفال بعيدهما في 29 من حزيران. كان بطرس صياد سمك على شواطئ بحيرة طبرية، حيث قامت حراسة الأراضي المقدسة ببناء مزارين يحفظان ذكراه. لقد عاش يسوع في كفرنحوم بعد مغادرته الناصرة، حيث بدأ وعظه وأجرى العديد من المعجزات. إن كفرنحوم هي مكان خاص، فلقد حدث في هذا المكان اللقاء بين بطرس ويسوع، فقد أصبح هذا أيضا مكان دعوة الرسول بطرس مع إخوته أندراوس ويعقوب ويوحنا لكي يتركوا شباكهم وعائلاتهم ليتبعوا يسوع ولكي يصبحوا صيادين للبشر، وهو المكان الذي أصبح فيه بيت بطرس بيت يسوع. وهذا شيء جميل، وهذه صورة جميلة تمثل الطريقة التي كان يعيش فيها تلاميذ يسوع. إن كفرنحوم مكان خاص جدا، إنها مدينة بطرس ومدينة يسوع. ليس بعيدا عن مدينة كفرنحوم توجد كنيسة أولوية بطرس، حيث كرر يسوع لبطرس المهمة التي عهد بها إليه في قصرية فيليبي بأن يكون راعيا لخرافه. أطلق عليها في العصور القديمة يافو، وترجع أهميتها إلى وجود الميناء فيها، ولكنها تعرف اليوم باسم يافة الأبيب. يذكر التقليد المسيحي قصصا مختلفة من رسولية بطرس في مدينة يافا، قيامة ثابيتة وكرم الضيافة مع سمعان الدباغ ورؤية نزول المائدة من السماء. وتحتفل الكنيسة المكرسة للقديس بطرس في الساحة المركزية بهذه الأحداث، وقد قام الأب فرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة بالاحتفال هنا بعيد القديسين بطرس وبولس مع المجتمع المحلي. بالانتقال من يافا إلى القدس، حيث جرت في كنيسة صياح الديك للقديس بطرس تلاوة صلاة الغروب، حيث كانت أسوار مدينة القدس الرائعة خلفية لهذه الصلاة، فقد سار رجال الدين والمسيحيون المحليون في موكب على طول بقايا الطريق الروماني حيث سار يسوع حسب التقليد. استقبلت كنيسة صياح الديك للقديس بطرس للأباء الأسونسيونيست، استقبلت الحجاج لأكثر من 100 عام، وفي هذا المزار نتذكر الرحمة الإلهية. نحن هنا شهود على رحمة يسوع لبطرس الذي أنكره للتو، فقد نظر يسوع إلى بطرس نظرة الرحمة والغفران، وحتى لو كانت نظرة حزينة فإنها نظرة قد أنقذت بطرس. آمل أن يتمكن كل واحد منا من إدراك نفس نظرة يسوع، لأنه حتى لو كنا خطأ يمكننا دائما قبول الغفران من يسوع. هذه هي رسالة هذا المزار. في صباح يوم 29 من حزيران عند احتفال الليتورجيا بالرسولين في القدس، ترأس القداس الاحتفالي المطران بير باتيستا بيتسابالا المدبر الرسولي لبطريركية القدس للاتين في رعية دير المخلص مقر حراسة الأراضي المقدسة. وقد شارك في الاحتفال أيضا المطران بولوس ماركوتسو النائب البطريرك اللاتيني في القدس، والأب فرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة، والعديد من كهنة الأراضي المقدسة. وقد تم في هذه المناسبة رسامة 5 كهنة جدد من البيرو والمكسيك.
in questo momento particolare è anche un segno di speranza avere l'ordinazione. من علامات الأمل في هذا الوقت بالذات أن تتم رسامة هؤلاء الرهبان الشباب. سوف يعودون إلى بلادهم ويقومون بالخدمة على مستوى العالم بعد أن كانت لديهم تجربة مهمة وقوية في الدراسة هنا في الأرض المقدسة. سيكون من دواعي سرورنا أن نعرف أن هؤلاء الرهبان الشباب سوف يعيشون وينفذون خدمتهم في بلدانهم الأصلية، ولكن يحملون رسالة الأرض المقدسة في قلوبهم. nei loro paesi di origine, ma portando nel cuore il messaggio della Terra Santa. القديس بولس الطرسوسي أشهر شخصية في الفترة المسيحية المبكرة. ينسب إلى القديس بولس ما يقرب من 13 رسالة تشكل نصف الكتابات في العهد الجديد، ووصلت إلى جميع أنحاء العالم، فأكملت مهمته كرسول الأمم. تصور لوحة الفنان ميشيل باتشر التي تعود إلى القرن الخامس عشر مشهد لقاء الرسولين مقيدين بالسلاسل قبل استشهادهما. المشهد مستوحى من رسالة منسوبة لديونيسيوس الأيروباجيتي موجهة إلى ثيموتي. يحيي بولس بطرس بالكلمات التالية: السلام عليك، أنت أساس الكنيسة، راعي الخراف والحملان. ويقول بطرس لبولس: اذهب بسلام أيها الواعظ الجيد والوسيط ودليل الخلاص للأبرار. تم الاحتفال بعيد دم يسوع الثمين في كنيسة الجسمانية في القدس، ويوجد داخل الكنيسة التي بنيت على سفح جبل الزيتون حجر يحدده التقليد على أنه الحجر الذي صلى عليه يسوع قبل لحظة آلامه. مراسلتنا حضرت الاحتفال. نقرأ في الكتاب المقدس أن دم الذبائح قد استخدم كبادرة التزام وإخلاص وثقة متبادلة بين الله والناس. ونقرأ في سفر الخروج بأن دم الحملان قد سفك على أبواب بيوت اليهود ليلة التحرر من مصر لكي ينقذ أولئك الذين كانت لهم علامات مقدسة على عضائد أبوابهم. لم يعد المسح بالنسبة لنا يتم بدم الذبائح، فقد تم استبداله بدم المسيح الثمين. ويقول القديس يوحنا الإنجيلي: هذا حمل الله الذي يرفع ذنوب العالم. وهذا الدم في القربان المقدس نشعر بنشوة في كل مرة نتناوله. بدأ يسوع عذابه وآلامه ووحدته في الجسمانية، وهي المكان الذي يذكرنا بآلامه. ويذكرنا هذا الحجر في كنيسة كل الأمم، كنيسة الجسمانية، بأننا نقف على أرض مقدسة، حيث أصبحت قطرات عرق المسيح كقطرات دم تتساقط على الأرض. في نفس هذا المكان يقام هذا القداس من أجل الاحتفال بدم يسوع الثمين. وقد قال الأب فرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة: تذكر واحتفل واقبل هبة دم ربنا يسوع المسيح. تلخص هذه الأفعال الثلاثة معنى العيد الذي نحتفل به اليوم. عندما نتحدث عن دم يسوع الغالي والثمين، فإننا بطبيعة الحال نشير أيضا إلى هبة القربان المقدس، حيث تبارك كأس القربان هذا التحالف الجديد. وكل هذا يشير في الواقع إلى ذبيحة الصليب، أي إلى اللحظة التي بذل فيها يسوع حياته كلها. عانى يسوع آلامه على هذا الحجر، هنا أصبحت قطرات عرقه كقطرات دم، وترمز إليها بتلات الورد الحمراء حيث نضع آلام ومعاناة البشرية. يتواجد العديد من الناس في بيوتهم الآن وهم يشعرون بالمعاناة، لا يمكنهم حضور الاحتفالات بسبب الإغلاق وبسبب فيروس كورونا. وبالنسبة لهم، أعتقد أن معرفة أن هناك حبا لا نهائيا ليسوع سوف يصل إليهم حتى لو لم يتمكنوا من المشاركة في الاحتفال هو عزاء عظيم. الجسمانية مدرسة الصلاة والحب، وهي أيضا مدرسة للبشرية. هنا شعر يسوع بدعم الله الآب، ولقد عز يسوع نفسه تلاميذه في الساعة الحزينة من آلامه. ويعزي يسوع اليوم أيضا العالم كله من المعاناة،
وخاصة الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا. احتفلت مدرسة هيلين كيلر في القدس التابعة لحراسة الأراضي المقدسة بتخريج الفوج الأول من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بحضور حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون. كاميرا المركز المسيحي للإعلام نقلت لنا صور الاحتفال. احتفلت مدرسة هيلين كيلر في القدس التابعة لحراسة الأراضي المقدسة بتخريج الفوج الأول من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين بنوا برعاية المدرسة سلما من العزيمة والصمود ليتخطوا عوائق القدر، فهزموا عبوس الأمس ورسموا ابتسامة المستقبل. حضر الاحتفال الذي جرى في 26 من حزيران كل من حارس الأراضي المقدسة لا فرانشيسكو باتون ومدير المدرسة الأب إبراهيم فلتس والهيئة التدريسية وأولياء أمور الخريجين وسفير دولة فلسطين لدى الكرسي الرسولي عيسى قسيسية. بدأ الحفل بدخول موكب الخريجين، يتقدمهم الأب فرانشيسكو باتون والأب إبراهيم فلتس، وبعد الكلمة الترحيبية عزف النشيد الوطني لمدارس تيرا سانتا. In this so strange year, we are very proud. نحن فخورون جدا في هذه السنة الغريبة بأن أتيحت لنا الفرصة لإقامة الاحتفال لتخريج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. من المهم جدا بأن نحمل رسالة مفادوة أنه يجب أن يكون الشباب والناس ذوي الاحتياجات الخاصة مندمجين بشكل كامل في المجتمع الطبيعي. Integrated in the normal society. رسالة الأباء الفرنسيسكان والرهبان الفرنسيسكان والحراسة إنه دائما بيكونوا بيهتموا بالشباب، بيهتموا بالتعليم، بيهتموا بأهم شيء إنه نعلم أولادنا ويكون فعلا بيهتم بالمدارس. إحنا بنعطي للناس التعليم، البيوت، السكن، وبنعطي كمان الشغل كي يبقى المسيحيين في هذه الأرض المقدسة. هو عبء كبير على حراسة الأراضي المقدسة، ولكن هذه الرسالة العظيمة بنستمر إن احنا نقدمها، وخصوصا للمكفوفين اللي هم محتاجين هذا الشيء مننا. لقد وفرت مدرسة هيلين كيلر لهؤلاء الطلاب كل الوسائل للخروج من الظلمات إلى النور. أنا بشكر الإدارة، أبونا إبراهيم، المدرسة جميعها على توصيلي لهذا المستوى اللي أنا فيه، لأن أنا جيت على هالمدرسة مش عارف ولا إشي بالمواد. وقد أبهرت إحدى الطالبات الكفيفات الحاضرين خلال قراءتها قصيدة شعرية بخط برايل. فافهم سره، فالسر في التقدير والإصغار. وفي كلمتي نيابة عن أولياء الأمور قال والد أحد الخريجين: أيقنت أن الحلم الذي كان صعب المنال أصبح اليوم حقيقة. الطاقم تبعنا اشتغل بطريقة كتير متناغمة، قدر أنه يتحدى كل الصعوبات وكل الحواجز للطلاب اللي عندهم مشاكل بصرية، وقدر يوصل لهدول الطلاب في بيوتهم. الحمد لله، نشكر الله، احنا مشينا بالمناهج وكملنا لنهاية فترة الكورونا، ولما رجعنا ما كان في عنا أي تقصير بالمواد. وفي كلمته قال الأب فرانشيسكو باتون إن مدرسة هيلين كيلر لذوي الاحتياجات الخاصة هي بمثابة آخر العنقود، أي طفل الأسرة المدلل، بالنسبة لحراسة الأراضي المقدسة، وتحظى بمكانة خاصة لديها. كما وسلم الطلاب الخريجون الشعلة والعلم لطلاب الصف 11 ليواصلوا السير على طريق التألق والنجاح. ومن أبرز الفقرات الغنائية التي قدمت خلال الحفل ترنيمة يا فرانسيس كن لكنيسة مرمما. وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على الطلاب الخريجين.
نتمنى كل الخير لهذه المجموعة الصغيرة من الطلاب الخريجين، ونتمنى أن يعم الخير حياتهم. هذا يوم سعيد بالنسبة لنا، بالنسبة لأهليهم أولياء أمورهم، بالنسبة للمعلمين الهيئة التدريسية، فهذا يوم كبير، يوم فرحة للجميع. إنهم نتمنى لهذولة الناس بالذات مستقبل أفضل من اللي هم عاشوا. وبعد توزيع الشهادات على الخريجين، تناول المحتفلون بعض التطيفات بجو من الفرح والابتهاج. بعد 10 سنوات من الحرب، تعرضت سوريا في الأشهر الأخيرة أيضاً لأزمة اقتصادية حادة، إذ انخفضت قيمة العملة المحلية وارتفعت الأسعار أكثر من 3 أضعاف، كما يقول الأب بهجة قرقاش في هذه الرسالة من دمشق. يمكنني القول دون مبالغة إننا تركنا اليوم مصطلح الفقر خلفنا، ونتحدث اليوم عن البؤس. ليس بسبب القتال فقط، ولا انتشار فيروس كورونا أيضا. بعد 10 سنوات من الحرب، تعرضت سوريا أيضا في الأشهر الأخيرة لأزمة اقتصادية خطيرة للغاية، كما يروي الأب بهجة قرقاش في هذه الرسالة من دمشق. تخسر الليرة السورية من قيمتها بسرعة، فقد كان الدولار الواحد قبل بضعة أشهر يعادل ما يقرب من 1000 ليرة سورية، ويعادل اليوم 3200 ليرة، لذا فقد تضاعفت الأسعار أكثر من 3 مرات. صعوبة شراء الغذاء والسلع الأساسية تجعل من المستحيل على السكان المحليين العودة إلى الحياة الطبيعية في هذا الوقت. سيتعين على رب العائلة اليوم أن يعمل لمدة شهر كامل حتى يتمكن من شراء 2 كيلو من اللحم، وسيضطر إلى العمل لمدة عام كامل حتى يتمكن من دفع الرسوم المدرسية لطفل واحد. نذهب اليوم إلى البيوت ونجد أشخاصا ليس لديهم ما يكفي لإطعام أنفسهم. ومن هنا جاء نداء الأب بهجة لكي لا ننسى أبدا الشعب السوري. Cari amici, noi oggi in questo tempo difficile non abbiamo un altro. أيها الأصدقاء الأعزاء، ليس لدينا اليوم في هذه الأوقات الصعبة حل آخر سوى اللجوء إلى صدقتكم وإلى تضامنكم، وإننا نحاول ككنيسة أن نكون قريبين من الناس وألا نترك أي شخص بدون خبز، لكننا لا نستطيع مواصلة مهمتنا دون دعمكم ودون إحسانكم. Non potremmo continuare la nostra missione senza il vostro supporto, senza la vostra carità. وصلنا مشاهدين الكرام إلى ختام نشراتنا الإخبارية قدمناها لكم من الأرض المقدسة. لكم أطيب المنى من فريق العمل، وإلى اللقاء. المجد ليسوع المسيح.